السلام عليكم خوتي، معكم أخوكم حامد من مجموعة أصدقاء المقنين. اليوم حبيت نوري كما نقولوا الجورنية تاع اليوم، الله يبارك فيها شوية سمش. ننصح الخوة كي يشوفوا هكا شوية شمس واش يديروا؟ يا خويا بروفيتي، نقي المقان نتاعك، شوف المنظر، الله يبارك، شوف منظر كما يقولوا يبهج. أنا كي نشوف هكذا مقانا نفرح. شوف ها مدوشين كاع كيما راهم، مدوش كاع، تشمس بيان، ينقي. هذا هو السر باش تحافظ على مقنينك كيما نقولوا نقي وتحافظ عليه بصحة جيدة. ها واش لازم، ها هذا واش لازم، هذه هي، هذا هو، ما كان لا سر لا والو. هذا واش لازم، لازم لك انك طيورك يدوشوا، اللي ما يدوش وحده ديروا مع واحد اخر يدوش، وخليها ويشوفوا يدوش يدوش تاني معاه. بون الطيور انا اللي عندي راني قاسمهم، راني داير نص من هنايا وراني داير نص من الجهه اللي من هنا. اللي من هنايا عندي هذا اللي شفيتو عليه، الا شفيتو عليه هذا الفرخ تاع الصغيور هذاك، هذاك الشربوني، وهذا الفرخ البيض هذاك تاع البارفارا، وقريب يكملهم ام دومي فيو. على كل حال وانا كيما كتشوفوا ما نغطيهمش. وهذايا تاع العام اللي كان مريض الديدان، راهو برا ما شاء الله، انا وريته لكم يغني، راهو يغني ما شاء الله. هذا يا الكبير تاعي او دوش هو تاني. هذه فمانه اللي ضفرتيها بيوضه هذوك تاع اوكرانيا، راهي الحمد لله ما شاء الله. هذا السوفاج الثاني، هذا السوفاج الثاني هذاك ما شاء الله، وهذا السوفاج الاول او دوش، دوك نجبد روحي عليه باه ينقي. وكاين ملهيها عندي تاع اوكرانيا، باسكو علاه الغناء تاعهم كاين فيهم اللي فيه شويه كيما نقولوا النوطات، مانيش حاب تاع العام يفسدولي كيما هادوما. نورمال سوافج هادوما راهم بداو يطلقوا حاجه تشابين. الكبير تاعي راهو يدريسي في هاد الصغار تاع العام، راهو يدريسي فيهم كيما نقولوا الشون. هذا ما كان، شوف المنظر الله يبارك شحال المنظر مفرح كيما نقول. شوف ها دوشوا كاع، نقاو كاع، كاجات كاع مقيين، بارتير كاع ما شاء الله. واش خسرت، واش خسرت؟ شوف منظر كيما هذا، شوف المنظر الله يبارك. شوف مقالنا كيدوشو ونقو كاع ما شاء الله. والدوش يكالمي يكالمي، والدوش يوجد المقنين باهي كوبلي، يوجدو يوجدو الدوش هو اللي يوجدو يكالميه. السوفاج ها هاو السوفاج قدامكم، ها يتخبط يدوش يحبس ينقي في بلاصتو يكالميه. ها هذا ما كان، هذا ما كانش موضوع. على كل حال كان تذكير برك بالنظافة وأهمية الاستحمام وأهمية التشميس، خاصة تشوف مقبل هاد المقنين تاعي هنايا، وهذا تاني، وهذا اللي ملهاه حطيتهم في الشمس، طلقوا روحهم تقول جاج عرب، تحلوا كاع شغل تشوفوا يتفرش كاع، يتحل روحه كاع يديك في الشمس باش يدخل هذيك الشمس الله يبارك. راهي كيما نقولوا أشعة حرارية تلحق ما شاء الله. نخليهم ينقوا وينشفوا ونعاود نردهم بلاصتهم. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.